السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدارس القيروان النموذجية نطل عليكم طلابي الصف السادس لمادة التاريخ. سوف نتحدث اليوم طلابي الأعزاء عن الدرس الثاني للوحدة الثانية، وهي وحدة الخلافة الراشدة. سوف نتحدث عن أعمال الخليفة أبي بكر الصديق، ولكن بداية سوف نستذكر ما تم أخذه في الدرس السابق. تحدثنا في الدرس السابق على أن أبو بكر الصديق هو أول خليفة للمسلمين. تحدثنا عن اسمه وهو عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي. تحدثنا عن ولادته، ولد في مكة. تحدثنا عن مكانته قبل الإسلام وهو من رؤساء قريش ومن تجار قريش. وتحدثنا عن علاقته بالرسول، هو صاحبه رفيقه في الهجرة، وأيضا هو من العشر المبشرين بالجنة. تحدثنا عن ألقابه وصفاته، أنه لقب بالصديق وعتيق وخطيب. وتحدثنا عن مبايعته في الخلافة، حيث تمت مبايعته عن طريق مبايعة عامة وبيعة خاصة. بيعة عامة من عامة الناس، وبيعة خاصة من كبار الصحابة. وتحدثنا عن مضمون خطبته، أنها تحدثت عن أهم الأخلاق الحميدة مثل الصدق والابتعاد عن الكذب والعدل والمساواة. اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن أهم أعمال أبو بكر الصديق. ما هي أهم الأعمال التي قام بها الخليفة أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أول عمل قام به تسيير جيش أسامة بن زيد. تتذكروا أسامة بن زيد لما الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع؟ هذا هو جيش أسامة بن زيد، سوف نتحدث عنه الآن بالتفصيل. 2. محاربة المرتدين، قام بمحاربة من يسمى بالمرتدين، سوف نتحدث أيضا عنهم الآن. 3. جمع القرآن الكريم. 4. الفتوحات الإسلامية. إذن أهم أعمال أبو بكر الصديق: تسيير جيش أسامة بن زيد لقتال الروم، محاربة المرتدين، جمع القرآن الكريم، والفتوحات الإسلامية. وسوف نتحدث الآن عن كل واحدة على حدة. أول عمل قام به أبو بكر الصديق بعد توليه الخلافة وتنظيم أمور المدينة بعد وفاة الرسول: تسيير جيش أسامة بن زيد. زي ما بنتذكر يا سادس، جيش أسامة بن زيد عندما قام الرسول بحجة الوداع، عندما عاد إلى المدينة، حكينا الرسول صلى الله عليه وسلم فكر ما هو التهديد الذي يهدد دولته الإسلامية، وقال أن التهديد الذي يهدد دولته الإسلامية التي قام بها هو الروم في جنوب بلاد الشام. فجهز قلنا جيش كبير بقيادة أسامة بن زيد لقتال الروم، ولكن هذا الجيش لم يخرج من أيام الرسول بسبب وفاته. فأول عمل قام به أبو بكر الصديق عند توليه الخلافة تسيير جيش أسامة بن زيد لقتال الروم. خرج من مدينة المنورة إلى معان طبعا لقتال الروم. أرسل أبو بكر الصديق جيش أسامة بن زيد إلى بلاد الشام، لماذا؟ لقتال الروم. وحكينا خرج أبو بكر بنفسه وودع الجيش، وأوصى أسامة بن زيد بمعاملة أهل البلاد معاملة حسنة. وتمكن الجيش الإسلامي من تأمين الحدود طبعا، وانتصر المسلمين على الروم. ثم عاد الجيش لينضم لجيوش المسلمين في قتال المرتدين. إذا أرسل أبو بكر الصديق جيش أسامة بن زيد لقتال الروم، خرج بنفسه ليودع الجيش، وأوصى أسامة بن زيد بأن يعامل أهل البلاد معاملة حسنة. وتمكن الجيش من تأمين الحدود، وأيضا انتصر المسلمين على الروم وعادوا لينضموا إلى جيوش للقتال لجيوش المسلمين في محاربة المرتدين. العمل الثاني الذي قام به أبو بكر الصديق محاربة المرتدين. من هم المرتدون؟ هم الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة أيضا ورفضوا إطاعة أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول، مثل مسيلمة الكذاب وسجاح التميمي. إذا سألتك من هم المرتدون يا سادس، هم الذين ارتدوا عن الإسلام، امتنعوا عن دفع الزكاة، وادعى بعضهم بالنبوة، وامتنعوا عن إطاعة أبو بكر الصديق طبعا، مثل مسيلمة الكذاب وسجاح التميمي. ماذا كان موقف أبو بكر الصديق من المرتدين؟ كان موقفه موقفا حازما من المرتدين. كيف؟ جهز الجيوش وأرسلها إلى القبائل التي ارتد أهلها عن الإسلام، ولكن أوصل الجيوش بمراعاة آداب الحرب، ونجحت القبائل الجيوش الإسلامية بمهمتها، واستطاعت إعادة توحيد شبه الجزيرة العربية ونشر الإسلام تمهيدا للفتوحات الإسلامية.
إذن نجحت الجيوش الإسلامية في مهمتها ورجعت القبائل المرتدة إلى الإسلام طبعاً، وتوحدت شبه الجزيرة العربية من جديد وانتشر فيها الإسلام، وهذا مهد لحركة الفتوحات الإسلامية. إذن من هم المرتدون؟ هم الذين ارتدوا عن الإسلام وامتنعوا عن دفع الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة ورفضوا إطاعة أبو بكر. موقفه كان حازما منهم أبو بكر، جهز الجيوش وأرسلها إلى القبائل ارتدي أهلها عن الإسلام، وأوصل الجيوش بمراعاة آداب الحرب، ونجحت الجيوش الإسلامية بمهمتها واستطاعت إعادة توحيد شبه الجزيرة العربية. الآن سوف نتعرف على أهم الجيوش التي أرسلها أبو بكر لمحاربة المرتدين. لدينا جيش خالد بن سعيد أرسله لمشارف الشام، وجيش عمرو بن العاص إلى قضاعة، وخالد بن الوليد إلى اليمامة، والعلاء بن الخضرم إلى الخليج العربي، وحذيفة بن محصن إلى عمان، والمهاجر بن أمية إلى حضرموت. إذن خالد بن سعيد إلى مشارف الشام، ولدينا هنا عمرو بن العاص إلى قضاعة، وخالد بن الوليد إلى اليمامة، والعلاء بن الخضرم إلى عمان أو الخليج العربي، وحذيفة بن محصن إلى عمان، وأيضا المهاجر بن أمية إلى حضرموت. الآن سوف نتعرف على العمل الثالث الذي قام به أبو بكر الصديق، وهو جمع القرآن الكريم. لماذا قام أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم؟ زي ما نعرف إحنا يا سادس أن القرآن الكريم كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إما محفوظا في الصدور أو مكتوبا في السطور اللي هي على قطع الجلد أو جريد النخل في عهد الرسول. إذن أبو بكر الصديق قام بجمع القرآن الكريم، حيث كان القرآن الكريم في عهد الرسول إما محفوظا في الصدور أو مكتوبا على قطع الجلد وجريد النخل في عهد الرسول. قام أبو بكر الصديق بجمعه خوفا من ضياعه. ليه؟ بسبب استشهاد عدد من حفظة القرآن في حروب الردة. إذن كانوا الصحابة بحفظوه، استشهد عدد منهم فخاف طبعا من ضياعه، فأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق بجمع القرآن. من الذي أشار على أبو بكر؟ عمر. عمر بن الخطاب هو الذي نبه أبو بكر الصديق على جمع القرآن الكريم في كتاب واحد، طبعا خوفا من ضياعه بسبب استشهاد بعض الصحابة الذين يقوموا بحفظة القرآن الكريم. فأمر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت وهو أحد كتاب الوحي وبعض الصحابة طبعا بجمع القرآن الكريم، وأودعوه عند حفصة بنت عمر زوجة الرسول، وأودعوه عند حفصة بنت عمر وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. العمل الرابع وهي الفتوحات الإسلامية. أرسل أبو بكر جيوش لتحرير بلاد الشام من الروم والعراق من الفرس. إذن أرسل أبو بكر جيوش لتحرير بلاد الشام من الروم والعراق من الفرس. ما هي الجيوش التي أرسلها أبي بكر إلى بلاد الشام والعراق؟ ركزوا معي. جيش أبي عبيدة بن الجراح، جيش أبي عبيدة بن الجراح أرسل إلى دمشق أيضا حمص لتحرير بلاد الشام من الروم. جيش يزيد بن أبي سفيان أرسل إلى اليرموك طبعا لتحريره من الروم إلى بلاد الشام. جيش شرح بيل بن حسنة أرسل أيضا إلى بلاد الشام من الروم. جيش خالد بن الوليد أرسل إلى العراق ثم إلى بلاد الشام إلى اليرموك. إذن بعد ما خلص من العراق طبعا مع الفرس العراق ذهب إلى بلاد الشام ليساعدهم في معركة اليرموك. وجيش عمر بن العاص أرسل إلى أجنادين ولتحريرها من الروم. إذن أجنادين لتحريرها من الروم. هذه هي الجيوش التي أرسلها أبي بكر إلى بلاد الشام والعراق لتحريرها من الروم والفرس. بهذا نكون يا سادس قد انتهينا لدرسنا لهذا اليوم. الله يعطيكم ألف عافية.